الباحثين والمتخصصين في هذه المجالات. كما تصدر الإشارة أن فعاليات المهرجان في دورته الثالثة شملت كل من المضنطنجة والحسيمة الأصيلة والقصر الكبير والشبشير والوسان، وكذلك مدينة العرائش التي تحتضن عمالة إقليمها كم فعاليات الندوة الفكرية التي اختير لها عنوان العرائش المعمار بين صوم الدبرة ولهنغر. وعلى هامش هذا المهرجان تم تنظيم جولة سياحية همت أهم معالم تاريخية للمدينة العتيقة والوقوف على الصور الفوتوغرافية لبرج النصر تؤرق للمدينة العتيقة. كما تم تنظيم مرسم جماعي للأطفال.